مرحبا بكم متابعين الأوفياء في قناة مزرعتك في بيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بالنسبة للقفص الدجاج والحمام والسمان الجديد، مشروع صغير هو للتسلية وكهواية أول شيء، يعني قبل ما يكون كدخل، وأيضا ممكن يكون دخل واكتفاء للبيت خاصة من البيض. أول نبدأ شيء بالقفص. القفص 2 متر وارتفاع تقريبا أيضا 2 متر ومتر ونصف في الداخل، فيه باب كبير، وهذا يتكلف يعني 260 ريال، يعني أقل تقريبا 80 دولار. أول شيء شريناه، بدأنا شرينا الدجاجات والديكة الكبار. الدجاجات هذا والديكة ب 18 ريال الحبة من مزرعة منتج. بعدين اشترينا الحمامات، وبعدين اشترينا السمانات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.